ظاهرة انحباس الأمطار وعدم هطولها في وقتها أثار مخاوف لدى الفلاحين من تأثر محاصيلهم الزراعية كالقمح والشعير، لكن حتما بعد الضيق يأتي الفرج. إن شاء الله هذا العام عام مبروك، وبعد الأمطار هذه اللي جات إن شاء الله الأمطار المتأخرة هذه اللي جات الحمد لله جات بنافع كبيرة بالنسبة كنا شوية يعني محتاجين لها، والحمد لله يا ربي غاثنا غيث النافع، والأمطار هذه رزقك تشوف الله يبارك رانا في فلاحة الله يبارك ما شاء الله. تشتهر منطقة عماري بإنتاجها الوفير لأجود أنواع القمح والشعير، وفي ظل نقص قدرات تخزين الحبوب أصبح مطلب فتح نقاط تخزين جديدة بالمنطقة أكثر من ضروري استعدادا لموسم الحصاد والدرس المقبل. مخزن لما على حسب المخزن كما يكون يديروا هنا اون ستوك في عماري، وين بلديه عماري دير القمح تاعها في عماري، شو ينقصوا على ينقصوا على المعاص هنا يديروا هنا وعماري، شوف ينقصوا على الولايه بصفه عامه. يعتمد سكان المنطقه على الزراعه وتربيه المواشي والطيور كمصدر اساسي للدخل، الا ان احتياجهم لبعض ضروريات الحياه من ماء وغاز وطرقات بات يهدد استقرارهم. راكم تشوفوا في الانتاج الله يبارك اللي وفق ربي وسهل ربي، نطلبوا ربي ربي يكمل. شتاهي نطلبوا من المسؤولين يشوفوا الفلاح وياخذوا بعين الاعتبار، كاين عندنا نقائص، كاين عندنا مشاكل. الاستراتيجيه الجديده التي وضعتها السلطات مؤخرا للنهوض بالقطاع زادت من حماسه الفلاحين لانتاج الحبوب، لكن غياب المرافقة والمتابعة الدائمة للفلاح من طرف القائمين على القطاع حال دون تحقيق تلك الأهداف.